10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ومباراة جديدة واستمرار مباريات دوري روشن السعودي. ولكن قبل ما نعرف تفاصيل وموعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقين، توقع معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ويخطف ثلاث نقاط مهمين. ولا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعديل التعليقات. بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. مباراة اليوم الخلود أمام النصر ضمن منافسات الجولة الثامنة ودوري روشن السعودي. المباراة على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية. توقيت المباراة مساء اليوم الجمعة، في السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعراق، والرابعة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. المباراة منقولة على SSC Extra 1 HD والمعلق فارس عوض، SSC Extra 1 HD والمعلق أحمد النفيسة، SSC Extra 1 SD والمعلق عائد العصيمي، وشاهد VIP رياضية والمعلق فارس عوض. انتظرونا، سننقل لحضراتكم أحداث هذه المباراة على قناتنا إن شاء الله فتابعونا. يذكر بأن النصر يأتي في المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بينما يأتي الخلود في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط. توقع معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ويخطف ثلاث نقاط مهمين ومنافسات دوري روشن السعودي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.